أرحب بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي سكاي نيوز عربية في برنامج بصراحة. نحن اليوم في القاهرة، أرحب بكم وأرحب بضيفنا المشير عبد الفتاح السيسي. أهلا وسهلا فيك سعادة المشير. أهلا وسهلا، اسمح لي في البداية أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأتوجه للسادة المشاهدين بكل التحية والتقدير والاحترام. أهلا وسهلا بكم. تسلم، شكرا لك، شكرا للاستضافة ولوقتك. طبعا المشير السيسي المرشح للرئاسة المصرية، الاسم الأكثر شهرة في الشارع المصري لدوره القوي كقائد للمؤسسة العسكرية المصرية، المؤسسة التي حازت ولا تزال على ثقة شعب مصر مهما اختلفت مشاربه. ففي 25 من يناير كان الجيش سندا للناس، وفي 30 من يونيو استجاب لمطالب الملايين من المصريين في التغيير. عبد الفتاح السيسي ضيفنا اليوم يتقدم للموقع المصري الأول للرئاسة، ويعد بالتنمية الشاملة ضمن رؤية بناها على ثروات مصر الهائلة، يعتمد فيها على أرضية التماسك الاجتماعي المنيع الذي عرفته مصر طوال تاريخها. برنامج يقول المشير إنه استنبطه من طموح كل مصري ومصرية، يتطلب جهود كل قطاعات المجتمع من الفلاح إلى الطالب العالم والجندي، جهودا تليق بحب مصر لبلادهم. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى معنا سيادة المشير. أنت اليوم أمام طبعا تحدي كبير، تحدي الحفاظ على الدولة المصرية بعد تغيرات كثيرة سريعة طالت نظامها، وتحدي لتحقيق الحلم الطويل القديم الجديد للمصريين بالتنمية، يعيشوا حياة كريمة فيها انتعاش اقتصادي. هل يعتمد المشير فقط كمدخل الآن لبرنامجك، هل تعتمد على شعبية السيسي المنتشرة في مصر أم على الإنجاز والتحقيق؟ مهم أوي إن إحنا لما نتكلم في كمدخل زي ما حضرتك ذكرت كده نقول إيه؟ المصريين صبروا كثيراً وبيتطلعوا إلى إنجاز حقيقي. وحضرتك قلتي اللي أنا ممكن أعمله. لا، اللي أنا بقوله اللي إحنا ممكن نعمله إحنا. وده مهم أوي إن إحنا نعرف إن حجم التحدي اللي داخل مصر كبير جدا جدا، ولن يتم إنجاز حقيقي إلا بكل المصريين إنهم يتحركوا ويجتهدوا عشان يجدوا نتيجة هما بيتمنوها هما عايزينها. ببساطة خالص إحنا بنتكلم على أمن وأمان، بنتكلم على استقرار، بنتكلم على تنمية حقيقية. طيب، المواطن المصري خلال السنين الثلاثة أو الأربعة اللي احنا بنتكلم فيهم دلوقتي شاعر إن حجم الأمان تراجع كتير، وده صحيح. احنا بنتكلم على إرهاب، دي حالة أو ده شق المصريين مش مطمئنين على بلادهم فيه. والشق الثاني هو الأمن بالمفهوم الأمن الجنائي، حركة الناس في الشوارع على أولادهم على بناتهم، وده برضو الحقيقة تراجع ليه؟ وده مهم أوي إن احنا نعرفه لحاجتين. حالة الثورة اللي احنا عايشينها في مصر عاملة إرباك للمشهد كله، عاملة أو بتؤدي إلى تراجع في قدرة مؤسسات الدولة على أنها تؤدي أداء جيد، بغض النظر عن إحنا شايفينها عاملة إزاي. لما بنتكلم على الجهاز الإداري للدولة وبنتكلم عليه بنقول إحنا مش مستريحين لأداء، وده صحيح برضه. طيب، فالشق الأولاني حالة الثورة، الشق الثاني جهاز الشرطة اللي هو المعني بتحقيق الأمن داخل الدولة المصرية. لازم نعترف ان هو واجه ازمه كبيره جدا في بدايه الثوره، ثوره 25 يناير، ومش هندخل غير نقول ان هو واجه ازمه
وكان محتاج انه يتحرك بسرعه عشان يستعيد مكانته ويستعيد قدرته. لو اتكلمنا عن الامن، حاله الامن في مصر عامله ازاي؟ اقول لحضرتك ان مصر كانت مصنفه من الدول واخده ترتيب متقدم جدا يصل الى الترتيب الثاني في ان ما فيهاش جريمه منظمه. احنا في خلال الاربع سنين دول تقريبا وصلنا للدوله 132. من ثاني امن دوله من ناحيه قله الجريمه المنظمه الى 132. ده امر يعني مقلق جدا. سبب يعني ما احنا قلنا ان في حاله ثوره في يعني في حاله في مصر الحقيقه الامن الجنائي يعني 68% من الجرائم الجنائيه ما بيتمش القبض على مرتكبيها، وتقريبا حوالي 37 أو 40% من الجنح جرائم الجنح لم يتم القبض على مرتكبيها. ده دلاله على ان في حاله الحاله الامنيه مش بالشكل المصريين واللي احنا كلنا محتاجين نطمن ونطمن الناس عليه خلال المرحله القادمه. يعني ده شق هنجتهد ونشتغل فيه. احنا قلنا حاله الثوره، من ضمن حاله الثوره هنا في شقين، في حاله التظاهر وحاله التعبير عن الراي، ومحدش يرفضها ومحدش يقف قدامها. احنا مش ضدها ومش رافضينها، لكن احنا عايزين بس ننظمها. ليه؟ عشان احقق مطالب الناس، كل الناس، في ان الشق الامني يعود مره ثانيه. لازم ننظم حياتنا كلها حتى في تعبيرنا عن راينا. وبقول ان القانون ده اللي فيه جدال عليه كتير ونقاش، ده قانون بينظم مش بيمنع. وبنقول اذا كانت الناس بتتكلم على ان انا عايز ادي فرصه للشرطه انها تقوم بدورها في مكافحه الارهاب وضبط الموقف الامني داخل الدوله، انا عايز اتصور جهاز زي جهاز الشرطه بكل قوته مشغول ليل ونهار بحركه دائبه بشكل او باخر لمكافحه الارهاب. نعم. يعني متابعه وتتبع الناس اللي ممكن تكون بتخطط وبتنفذ ده، وبين كمان العناصر اللي ممكن تكون خارجة عن القانون. أنا دايما أقول النسبة دي عشان توضح، بقول إحنا في دولة قوامها تقريبا 90 مليون. 90 مليون دول لو في واحد في الألف منهم خارج السياق خارج القانون هيبقى 90 ألف، هيعملوا إيه في الشارع؟ واحنا نقدر نحطهم كلهم في السجون ولا لا؟ طب ولو حطيناهم في سجون عندنا سجون ليهم كلهم ولا لا؟ طب لو عندنا سجون ليهم هنقدر ننفق عليهم ولا لا؟ فعايزين ندي فرصه للشرطه انها تشتغل. نعم. الاول بامكانياتها الحاليه في ظروف ومناخ انسب من خلال تنظيم حياتنا كلها بما فيها التظاهر اللي بنتكلم عليه. يبقى هو معلش لو بين معترضتين، يعني خلي المشاهد اليوم انقل كل قلقه وكل أسئلته كما نقلت محبته في البداية لك. التركيز على الأمن سيادة المشير يثير القلق من الحفاظ على الحريات. كم تستطيع اليوم كمرشح للرئاسة أن توازن ما بين الأمن الذي هو مطلب كما حضرتك شرحته للتو، والحفاظ على الحريات لمصر ما بعد ثورتين على الأقل؟ طيب، الأمر الأول بيبقى مرتبط بالثوابت والقناعات للمعنى بالأمر. هل هو بيحترم الحريات؟ هل هو محب لها؟ هل هو عايز يطورها ولا هو ضدها؟ أنا أتصور إن ده أمر لازم يكون مدركينه كلنا. لا طبعا، في احترام حقيقي لحريات الناس وإرادة الناس، وفي حب حقيقي لده، وعايزين نطورها وناس تشعر بأمان وسلام وإنها بتعيش وبتمارس حريتها بكل حرية. بس أرجو إن نكون وإحنا بنتحرك في ده الحرية دي ما توصلناش لحالة من الفوضى قد تؤذي الدولة. ده اللي أنا خايف منه. حد
نقاط أنا كنت اتكلمت فيها مع السياسيين كثيراً والقوى السياسية والنخب أثناء الثلاث سنين اللي فاتوا دول، وأنا أثناء تولي وظيفة مدير المخابرات كنت بلتقي بكل التيارات وكل القوى، وكنت بقول إيه؟ دايماً عايزين إن إحنا نفكر في الأفق السياسي وما بقاش هو الحاكم فقط، لكن عايزين نفكر في الأفق الاجتماعي ومشاكل الناس، الأفق الاقتصادي وتلبية مطالب الناس، الأفق الأمني. لما نحط دول مع بعض هتبقى الصورة مختلفة على أن أنا أركز فقط وأتكلم فقط ونظر فقط على الأفق السياسي. بدلنا على كده إيه؟ ممكن نقابل المواطن العادي في الشارع ونتكلم معه، هنجد أن اهتماماته هو بيهتم بالحرية، ما فيش كلام، وبيهتم بالسياسة، ما فيش كلام، بس كمان هو ليه اهتمامات أخرى. يبقى احنا كمان محتاجين نبقى لنا اهتمامات متكاملة، مش بس الاهتمام بتاع الأول المرتبط بالحرية والسياسة فقط، لا، نحط جنب منه الإشكالية الأمنية، الإشكالية الاجتماعية، الإشكالية الاقتصادية، حتى الإشكالية الإعلامية، الإشكالية الدينية كمان. نحط دول مع بعض، يبقى فيه توليفة ليها شكل تاني. احنا محتاجين نفكر كده ونفهم بالطريقة ديت. ده معنى ان احنا عايزين ندعم ونعضد الشرطة ونعزز ونقوي القانون. وعشان كده كل الدعم للشرطة ورجالتها بالجهد اللي بيعملوه ليل ونهار على مدى سنين طويلة دلوقتي بنتكلم عشان يستعيدوا حالة الأمن اللي الناس بتشتكي منها، وده جهد هيكمل وهيدعم خلال المرحلة القادمة. المفروض ان كل طلباتهم، كل احتياجاتهم الإدارية والفنية وحتى لرفع مستوى التدريب والمهارة نوفرها لهم خلال الفترة القادمة. القانون بان احنا لا نعلق على احكام القضاء، ونعزز ونعضد ونحترم بكل قوة قضاءنا المستقل. دي آليات اللي هتعمل ضبط الأمن. كمان بقى لو الإعلام تحرك معانا بأنه هو يدعم ويطور وعينا تجاه تحدياتنا وتجاه الواقع الحقيقي، ده كمان هيضيف وهيعزز قدرتنا على أن احنا نحقق شكل من أشكال الأمن والأمان والاستقرار. نعم. تتبقى التنمية. لا، قبل ما فينا قبل ما ندخل بالتنمية لو سمحت، موضوع القضاء جدا مهم. اليوم المحاكمات التي شهدها القضاء إن كان ضد يعني بحق منتسبي الإخوان المسلمين أو بعض شباب الذين شاركوا بثورة 25 يناير أو ب 30 يونيو أثارت أيضا قلق أنه ما هو نمط الحكم القادم على مصر؟ هل هو حكم الأمن أولا والحرية يعني تبقى وعدا؟ ده أمر بصراحة يعني السؤال بالطريقة ديت ده يقدح في عدالة القضاء عندنا واستقلاله، لأن القضاء مش مرتبط بفكر الدولة في الأمن أو الحريات. القضاء بيتعامل مع القضايا من منظوره هو، وأنا مش من حقي إن أنا أعلق على أحكام القضاء. وعايز أقول وإحنا كلنا محتاجين ما نعلقش على أحكام القضاء. إذا كنا عايزين نبقى في دولة قانون ونرجع هيبة الدولة المصرية كما كانت. التنمية، مشروع المشير سيسي الكبير، الحلم القابل للتحقيق كما أنت حضرتك تصفه، هو حلم، وحتى يحقق يبقى يعني نحن نتكلم عن تنمية جدية شفافة موضوعية حقيقية. وهذا يدعيني لسؤال حضرتك، كيف سينجح السيسي فيما فشل الآخرون الكثيرون بتحقيق التنمية لمصر عبر عقود طويلة؟ الجديد في الموضوع حاجتين، إن أنا بحشد وبصف قدرة المصريين، وهي قدرة عظيمة جدا، على مجابهة هذه المشكلة والعمل على إنهائها والتغلب عليها. الحاجة رقم اتنين،
المجابهة القوية بأن إحنا محتاجين يبقى عندنا وعي حقيقي بحجم المشكلة. وعي يعني أنا بقول في النقطة دي اصطفاف المصريين في فهم حجم وعمق المشكلة اللي موجودة في مصر، ثم اصطفاف المصريين في مواجهة المشكلة دي للتغلب عليها. في ثلاث محاور احنا بنتحرك عليهم، او احنا متصورين ان ممكن قوي يحققوا هذا الحلم اللي بنقول انه قابل للتحقيق. لما قلنا ان هو حشد قوة المصريين، الحشد ده مش امر مش بسيط، وتعبئة المصريين امر مش بسيط، واحنا كان لينا تجربة قبل كده في ازمات سابقة، والمصريين قدروا بوقفتهم ان هم يتغلبوا عليها. الاول يعرفوا حجم المشكله، وده بنشتغل عليه دلوقتي، والتقينا بالمفكرين والمثقفين ورجال الاعلام ورجال الصحافه ورجال الاستثمار وشباب الاستثمار. كل من بنتكلم مع بعض ونسمع من بعض، وبعدين اطرح عليهم حجم التحدي اللي موجود، واقول لهم ادي مشكلتنا وادي حجمها. طبيعي ان كل واحد يهتم بشأنه الخاص، يعني رجل الاعمال هيهتم بتجارته او بمشروعه او بشركته، ده مقدر. اللي بيحصل دلوقتي ان احنا بنحط مصر كلها، خريطه مصر وازمتها قدام كل الناس، وكلامنا مع الراي العام ما بيبقاش فيه كلام غير على الواقع ده، حتى اللقاءات الجماهيرية. وقد يختلف الكثير معي في ان انا المفروض ما اعملش كده، بمعنى انه لازم لا تخوف الناس لا يعني. لا يعني يعني ادي وعود جميلة وكده، وده امر يعني صحيح، لكن كمان مهم قوي ان هم كمان يعرفوا ان في مشكلة كبيرة جدا، احنا قادرين على ان احنا نتغلب عليها. حاجه الطاقات المصريه حاجات كتير قوي، بدءا من كلمه اللمبه اللي بتكلم عليها، ولتر البنزين اللي بتكلم عليه، والميه اللي ممكن نرشدها، حاجات كتير. سيد مشير، هل فعلا يعني اليوم يسال حاله المصري اعجب بالفكره؟ طب ده امر ولكن غريب. بس ايه هقول لك حاجه، تصوري يعني ان لسه ما عملناش، بس انه بيقول معقول اذا انا بالفعل يعني استبدلت لمبه عندي في البيت سوف انقذ اقتصاد مصر؟ احنا ما قلناش كده. احنا كنا بنتكلم في أزمة الطاقة، وبنقول ان هي على الصيف اللي احنا داخلين فيه ده هيبقى في أزمة، على سبيل احنا بنستخدم حجم اكتر عشان درجة الحرارة يعني، وده صحيح. فبنقول رغم ان مفيش فرصة لإضافة محطات طاقة جديدة، لكن ممكن بالعلم مش بالكلام المسألة تتحل. بان اللمبه اللي حضرتك متصورها انها بسيطه ديت، هي لمبه لوحدها بسيطه زي ما هو الفرد لوحده بسيط، لكن حطي الحجم بالملايين هتجدي الامر مختلف، زي ما هتحطي الناس بالملايين هيبقى النتيجه مختلفه. نعم. انا بس يعني استكمالا للنقطه اللي حضرتك بتقوليها ديت، تصوري ان من غير ما يعني لسه ما اشتغلناش مع الناس في ده، في ناس كتير جدا حسها الوطني والمسؤوليه عندها اتحركت وابتدت تروح، والشركات اللي بتبيع اللمبه دي بتقول في اقبال غير مسبوق صحيح على ان الناس تجيب ده. في حاجات كتير من دي ممكن تتعمل تؤدي في النهايه ان اللي ممكن الترشيد، خطه ترشيد انفاقنا ككل في الوزارات في الدوله، في كلام كتير في ده، كلام كتير قوي ممكن نعمل منه الحد الاقصى اللي ممكن نوصل له في ان احنا نرشد من انفاق ده نعمله، هنعمله. انا بتكلم على الدوله، وبعد كده كمان كل انسان حسب يعني استعداده وحسب حجم المسؤوليه وحب البلد وهيتحرك، قدرته ووعيه. نعم. في كلام كتير في حشد الطاقه يعني. نعم. حتى المستثمرين اللي احنا بنتكلم عليهم، انا لما اتكلم مع المستثمر واقول له وانت بتشتغل في المرحله اللي احنا فيها ديت، ما تدورش قوي على ان الربح بتاعك يصل لنسبه معينه، لكن حاول تخلي ربحك
يكون انك انت تشغل اكبر عدد من الشباب. شبابنا كتير موجود وعايز يشتغل وعايز يعيش. والبطالة مشكلة كبيرة جدا في مصر، الكل يسأل عنها. احنا سايبينهم. نعم، وده امر لازم ننهيه. ولكن سيادة المشير، هل يعني نتحدث اليوم عندما تقول أشحذ المجتمع، أو تحديدا الاستثمارات أو المال الوطني كما يسمى الاستثمار الوطني، هل نتحدث عن قوانين معينة أم نتحدث عن يعني بالأمانية وبالأخلاق كما تقولون؟ إذا كان الأمر يتطلب قوانين تنظم ده هنعملها، لكن أنا أتصور أن احنا عندنا من القوانين ما يكفي، لكن العبرة باستعدادنا لتنفيذ القانون. احنا كمصريين يعني محتاجين ان احنا نبقى نحترم القانون وننفذه، كل القوانين، مش بس قوانين مرتبطة زي قوانين مكافحة الفساد، ما كتير، لكن هل دي كفاية ولا في آليات أخرى عايزة تشتغل عشان تمنع ده وتقضي عليه؟ بس الفساد في جزء منه مرتبط بالعوز اللي عندنا، لو خلصنا ده هنقدر ننهي ده تماما بالنسب اللي هي الموجودة العالمية، لأن محدش بيعمل تغلب على الفساد بشكل مطلق. بس هذه نقطة مهمة، يعني أنت تقول اليوم الفساد الذائع الصيت إذا صح التعبير بمصر هو نتيجة العوز وليس العكس، يعني اليوم العجز في الاقتصاد المصري ليس بسبب الفساد، هل هذا ما تقول؟ يعني الفساد لا يشكل هذه المشكلة الكبيرة؟ أنا ما قلتش إن هو مش مشكلة كبيرة، لكن هو مش السبب الحقيقي لحالة العوز اللي احنا فيها. هو جزء من المشكلة لكن هو مش أساس المشكلة. المشكلة دي كبرت وتراكمت على سنين طويلة قوي، لا سنة ولا خمسة ولا عشرة، وهي حجم، أنا هقول لك تصوري، قبل 25 يناير كان حجم الفقر أو نسبة الفقر كانت 21%، في 3 سنين أو 4 سنين دلوقتي ده وصلنا ل 26%. فإحنا بنتكلم في تقريبا في 25 مليون، يعني ده أمر تحت خط الفقر جدا جدا جدا. مشكلة مصر الاقتصادية الأساسية اليوم ما هي برأي المشير السيسي؟ احنا عندنا حجم دين ضخم جدا داخلي وخارجي، ده بيسبب عبء كبير قوي على الموازنة المصرية، لأنه خدمته لوحده يعني أقساط فوائده 200 مليار جنيه، هو كده ما حدش قرب لسه من الدين نفسه. يعني لو احنا عايزين نصفي الدين زائد فوائده هيبقى رقم اكتر من كده بكتير. يعني تتكلم عن خدمة الدين؟ نعم، فقط خدمة الدين 200 مليار. لو عايزين كمان نكسر في هذا الدين ونخلصه عشان لا نترك للأجيال القادمة ديون كمان، يبقى لا، محتاجين جهد وعمل ضخم جدا. دي واحدة. النقطة الثانية، وبغض النظر على ان الدعم بيروح لمستحقيه ولا لا، لكن في دعم يصل الى 200 مليار كمان. 200 مليار كمان. الغني هو اللي بيستفيد منه اكتر. هيدا خلل بالقوانين ولا خلل بمحسوبيات والفساد؟ لا 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 لا، ده حاجة يعني ده واقع. العلة أين يعني؟ نعم، عايز يترشب ويتظبط الموقف، وعايز يتوجد آلية وفكرة تحقق ده دون أن يدار بها الفقير. وهقول مثال صغير يؤكد كلامي، الوقود الغني اللي عنده عربية واحدة أكتر من 2000 سي سي ممكن يكون بياخد دعم قد يصل طبعا طبقا لحركته يعني لأكثر من 3000 جنيه في الشهر من الدولة، وهو مش عايز حاجة خالص، احنا عايزين ناخد منه عشان ندي اللي مش معهوش. هل تفكر برفع الدعم عن الوقود؟ ما هو أنا بحكي بس على إنه عشان نشكل فهم حقيقي ووعي حقيقي ليه الدعم لازم يترشد ويتظبط، لأن في حجم منه كبير بيروح لناس مش عايزاه مش محتاجاه.
واتصور هم مش هيبقى عندهم اشكاليه في ده. بالمناسبه ده للوقود بتاع العربيه، لو عنده سياره واحده، طب لو عنده ثلاث اربع عربيات. طيب كمان الطاقه، الطاقه يعني ايه؟ يعني في البيت او في الفيلا ممكن يوصل له ل 4000 جنيه او اكتر من كده عشان استهلاكه في الكهرباء، وبيسخن حمام السباحه ولا حاجه، يعني كلام كتير ممكن نتكلم فيه. رفاهيه مكلفه ابدا، هو هو من حقه انه يترفه. عشان بس لا اقول مكلفه لا. لكن هو يترفه زي ما عايز وينفق زي ما عايز، بس احنا الجزء اللي ممكن الدوله بتدفعه ما تدفعوش، وده امر منصف الحقيقه يعني. وما افتكرش برضو ان هم هيبقى عندهم رفض لكده، خاصه لو عرفوا ان البلد دي مش هتقوم بالطريقه دي ابدا. لازم الكلام ده يتظبط ويتعدل، ويبقى بس الفقير فقط هو اللي ياخد. يعني اليوم سيسي يقول انا لا اتي لاصطدم مع اي طبقه من طبقات المجتمع، الغني من حقه ان يكون غني ضمن القوانين طبعا، ولكن انا اتي لنصره الضعيف الفقير. صحيح صحيح، وتصويب حياته. والفقير يعني صابر بقاله سنين. بالضبط، صابر بقاله سنين. صحيح. وبعدين هيصبر لغايه امتى؟ واحنا مش هنتحرك ونساعده في حياته، في اكله، في مسكنه. في كلام كتير في الموضوع ده. كم سيصبر؟ انت سالت سؤال، كم سيصبر المصريين؟ صبروا جدا. ده سؤال مهم. والصبر لو سمحت كان له علاقة ربما أحيان كثيرة بخيبة أمل، يعني وعود لم تجد طريقها للتنفيذ، وهذا أفقد الثقة بسلطاته بأنظمته بحاكميه في فترات كثيرة. صحيح، الشعب المصري لو وجد صدق حقيقي وأداء حقيقي وإخلاص حقيقي ثم نتائج على الأرض، ممكن يصبر كتير قوي، اكتر مما تتصورون جميعا. العبره مش بان هو هو دلوقتي يقول امتى، وده صحيح، لكن ان هو زي ما حضرتك قلت كده مش مصدق، ان مش هصدق حد تاني، مش قادر اصدق. لازم يرى ما يجعله يصدق، يرى على الارض على الواقع. صحيح. ما يجعله يصدق. لو هو لقى ده، يبقى الكلام اللي بيتقال بيتنفذ، يبقى يصبر ويستحمل. متى سيرى؟ احنا بنقول ان لو مشيت الامور طبقا لتخطيطنا اللي حاطينه ده، بنقول حيرى تحسن خلال عامين، خلال سنتين. لكن عشان نتجاوز كل المشاكل اللي عندنا، زي مشاكل العشوائيات مثلا، زي مشكلة أطفال الشوارع مثلا، دي مشاكل عايزة حلول بعيدة متوسطة وبعيدة المدى، تاخد سنين طويلة عقبال ما تتصفى، لأنها عايزة برنامج ضخم جدا ياخد فترته عشان ما يحقق حاجة. عشان نقدر نقول إن في قدام حالة العوز اللي بنتكلم عليها حالة تانية، حالة الكفاية وحالة مش هقول الغنى، لكن هقول انتعاش. الانتعاش احنا بنتكلم ان شاء الله في خلال سنتين. في سنتين ان شاء الله السيسي يعد المصريين خلال سنتين ان يشعروا بانه جيبهم مليان. المصريين والسيسي يعدون انفسهم انهم في خلال عامين ستنتهي مشكلتهم. اعود للسؤال الذي بدات فيه، لماذا السيسي سينجح حيث فشل الاخرون؟ سؤال جميل جدا. صحيح، ممكن أكون شايف المشكلة كويس، وده أمر مهم، وعايز أفكر كتير من السياسيين والنخب اللي قعدت معايا، حتى اللي كانوا بيتولوا السلطة لغاية 30/6، سمعوا إن في حجم من المشاكل، هذا الحجم هيبقى مشكلة لأي قادم. تقال لهم كده في توصيف الحالة المصرية، لكن والمواجهه بتاعتها زي اللي انا قلته دلوقتي برضو، اصطفاف اصطفاف، يعني كلنا واقفين كده وشايفين
المشكلة بحجمها الحقيقي، بدون تهوين وبدون تهويل. ثم كمان شايفين الحلول بتاعتها كلنا كده جنب بعض وبنتحرك نعملها، هتتحل المشكلة، لأن هي مشكلة كبيرة بجد، مشكلة ضخمة. اسمح لي أذهب لفاصل قصير سيادة المشير، نعود للحوار. فاصل قصير مشاهدينا بصراحة مع المشير السيسي. أهلا بكم من جديد بصراحة مع المشير عبد الفتاح السيسي المرشح للرئاسة المصرية. أهلا وسهلا فيك مرة أخرى سيادة المشير. إقصاء الإخوان، هل هو الحل الوحيد أمامك؟ أنت صرحت وقلت إذا نجحت في الانتخابات فلن يكون هناك وجود لهذه الحركة المؤسسة أو هذه الجماعة. الموضوع ده محتاج مننا ان احنا نفهمه بشكل عميق ونقول حالنا كمصر. ليه احنا المجتمع ما نسيجه مش مترابط بالشكل المطلوب؟ ليه المجتمع المصري مش مرتاح؟ وندرس ده كويس ونشوف ونقول ليه احنا مش مع بعض كده كلنا. في حد متصور ان هو بقناعاته، وبالمناسبه انا اقدر قناعات الناس بشرط انها لا تفرضها على الاخرين. يعني عيش قناعاتك، ما فيش كلام، محدش بيقدر، وده من الحريات بالمناسبه طبعا. ولكن صعب قوي انك انت قناعاتك دي عايز تفرضها على الاخرين. دي واحدة. النقطة الثانية، مش معقول يبقى في قيادة للدولة ويبقى في قيادة موازية تحت أي اعتبار. الدولة دي مش هتستقر كده. القيادة بتاعت الدولة أو قيادة الدولة معنية بأن هي تقود الدولة باختيار شعبي لها طبقا للدستور والقانون، وده عقد بين الحاكم وبين المحكومين، بين الرئيس وبين شعبه. ما ينفعش يكون في حد ليه تصور تاني ان بدستور اخر او بقانون اخر هيفكروا ويعيشوا. يعني الاخوان كانوا عاملين دولة موازية او نظام موازي للنظام. مش هقول دولة موازية، ولكن في حاجة موازية جوه الدولة مخلية ان النسيج ده مش قادر ينسجم. في إحجام عن المحيط، ما هو مش مع محيطه، حتى محيطه المصري هو منعزل عنه بشكل أو بآخر. هو بتصور أن هو لديه خطاب، هذا الخطاب هو الأصح عن غير كل الخطابات اللي موجودة، وأن ليه رؤية دينية غير الآخرين. ده كلام مش هينفع، وده الخطاب اللي أنا بقول لكل الناس. نعم. كل المسلمين بقى في كل الدول، تعالوا نتوقف ونشوف احنا فين، احنا مين، احنا شكلنا بقى عامل ازاي. وانا قلت في لقاء سابق، نحن ضيعنا إنسانية الإسلام، نحن، وده أمر لازم ننتبه له. ليه ضيعنا إنسانية الإسلام؟ إنسانية الإسلام فين هي؟ بصوا كده، شوفوا في كل الدول، ومن غير ما اذكرها لان انا ما بحبش اتكلم على دولة بعينها في الإعلام. نعم. لكن الأمر واضح، مش محتاج إن احنا نشار عليه. شوفوا الدول، كل الدول دي إيه اللي جواها ده؟ نحن نقدم ديننا على إن هو القتل والتخريب والتدمير. مش هو ده اللي في حاجة تانية؟ اقعدوا وتحاوروا مع كل جنسيات العالم الغير مسلم واسألوهم، هيتلاقوهم خايفين قوي مننا وشايفيننا زي ما أنا بقول كده. احنا خايفين من نفسنا اصلا، ده حاجه تانية. ده احنا على الاقل احنا بنستحمل نفسنا. نعم. لكن الاخرين فمش هينفع ان الخطاب الديني ده يبقى ليه قياده والقياده دي تنظر ليه وتتحرك في عكس المجتمع. المركب مش هتمشي.
يعني هي الفكرة مش خصومة، مش ثأر بيني وبينهم، لا، هو ده المصلحة الوطنية، وبالمناسبة والمصلحة الدينية، مش بس مصلحة وطنية، دي مصلحة دينية. وانا يعني مش عايز اتكلم في النقطه دي. يعني انت تريد ان تنقذ مصر من الاخوان وتنقذ الاسلام من الاخوان؟ صحيح صحيح صحيح. كيف ننقذ؟ نعم، يعني زي ما بقول، لما تيجي تتكلمي عن الامه المتقنه ممكن تستحضري دول بعينها زي المانيا مثلا، لما تيجي تتكلم عن الأمم المنضبطة ممكن تتكلم على دولة زي اليابان. إذن في سياق عام جمع الأمة دي، وهي استطاعت إن هي تبقى سمة من سماتهم. هل نحن الأمة الصادقة ولا لا؟ هل نحن الأمة الأمينة ولا لا؟ هل نحن الأمة العادلة ولا لا؟ هتلاقي الإجابات مش مريحاكي، الإجابات مش مريحك. وإحنا لازم نتوقف ونشوف من نحن وأين نحن، مش زي ما إحنا ماشيين كده. من خرب هذه العناوين أو هذه الصفات؟ لأنه هو ليس جديد يعني طبعاً. صحيح، مش جديد، ولكن هو تعاظم خلال السنوات 20 أو 30 سنة الماضية، بدءاً من الحرب في أفغانستان وحتى الآن. دي المشكلة. وأنا معني بالأمر لو أنا مسؤول عن الدولة ديت أني أقدم الخطاب الديني الذي يليق بالمسلمين. لكن سيادة المشير، كيف تريد بالمسلمين في مصر عشان ما حدش يزعل؟ طيب، كيف تريد أن تقصي جماعة عمرها 80 سنة؟ حضرتك للتو ذكرت يعني لديها وجود موازي أو رديف، خلينا أقول، للدولة، كيف ستقصيها؟ ألا يخيف هذا من أن يتجهوا نحو المزيد من العنف؟ ده هم قدموا العنف من غير حاجة خالص. هم قدموا نفسهم للمصريين خلال السنة وخلال الفترة الماضية دي بشكل خلى المصريين هم اللي مش قادرين أبداً يتصوروا أنهم ممكن يعيشوا معهم تاني. الإشكالية مش عندي أنا بصراحة، الإشكالية عندهم هم. هم محتاجين يراجعوا نفسهم، يراجعوا نفسهم. الإخفاق كان إخفاق في قيادة الدولة من منظور سياسي، هم حولوه إلى أن ده حرب. وأنا الكلام ده كنت بقوله لهم، أنتم ستحولون الخلاف السياسي إلى خلاف ديني، وتحولوها إلى حرب دينية بينكم، بين مؤيديكم وبين الناس، معارضيكم، بين الناس. وده مش مقبول بصراحة، يعني ده مسخ للخطاب ومسخ للحقائق. ما يرضيش ربنا ان احنا نمشي كده، ومش هينفع نمشي كده، وبالتالي مش هينفع ده يعود مره ثانيه. ما فيش حاجه اسمها قياده دينيه تبقى موجوده، لان المفروض ان رئيس الدوله مسؤول عن كل حاجه فيها، حتى دينها، حتى دينها. عشان كده لما كلمت في البدايه خالص وانا بقدم نفسي للناس بقول لهم شوفوا انا مين وعرفوا انا مين، عشان انتوا هتختاروا. انا مسؤول عن القيم والمبادئ والاخلاق والدين. ولكن هذه مشكله الاخوان سياده المشير، يقولون ان الدين هو دين ودوله، الاسلام هو دين ودوله. يعني هل اليوم تطرح انه المنصب او يعني الكرسي الرئاسي هو مرجعيه سياسيه ودينيه؟ لا لا، خلينا من ايه، من لا، ما نحملش الامر اكثر مما ينبغي. ولكن انت قلت مسؤول عن حمايه الدين، مسالته على ان انا يبقى في خطاب ديني معتدل حقيقه. وده في مؤسسات تقوم بيه، في عندنا ازهر يقوم بيه، وفي عندنا كنيسه تقوم بيه. ما ينفعش ان في حد يتولى هذا الامر بنفسه ويقول انا اعرف اكتر، انا افهم اكتر، واللي بقوله يمشي. ما ينفعش. مؤسسات الدوله تعمل وتعمل، ويبقى في دعم انها تشتغل، وتشتغل لصالح الدولة المصرية، مش لصالح حد بعينه ولا توجه بعينه. ده الكلام اللي أنا أقصده، اللي أقصده كده. وصول الإخوان إلى السلطة هو الذي قضى عليهم برأيك، أو قضى على شعبيتهم وقبول الناس إليهم، أو تم اكتشافهم؟ بصي، الإخوان
كان عندهم إشكاليات اسمحي لي أقول لك عليهم. يعني أول إشكالية فيهم إن هم كانوا مستعدين وجاهزين قوي ومنظمين جدا لكي يصلوا إلى الحكم، لكن ما كانوش جاهزين ولا مستعدين ينجحوا في الحكم. لا، الحاجة التانية، المصريين اختاروهم على عقد الدستور والقانون، وكان المفروض ان هم كمان يبقوا قدامهم فقط الدستور والقانون وليس وجهة نظر اخرى. هم كانوا بيتحركوا بين وجهة نظر اخرى وبين الدستور والقانون، فبقى في مسخ في الشكل اللي بيديروا في الدولة. دليلي على كده ان هم جم 3 شهور المحكمة الدستورية وهي اعلى سلطة قضائية ودستورية في مصر، حصار. انت تهدف الى هدم معنى ورمز. فالنقطة التانية اللي هي بقول فيها ان هم كانوا بيتحركوا بين الدستور والقانون وبين توجهاتهم ورؤيتهم، هم قراءتهم الدينية من منظورهم، ادي تاني اشكالية وقعوا فيها. النقطة التالتة ان العمل اللي عملوه، حركتهم، وان هم يبقى في شكل من اشكال العزله عن المجتمع المصري، مش ان هم متوافقين بجد مع نسيجه، ده ما كانش موجود. ده كان احد الاسباب اخرى اللي هم عملوه، ده كان احد الاشكاليات اللي وجدت استمرار او نجاحه. اخر حاجه، ان المصريين لما اختاروهم، مش المصريين مش ناقصين دين، المصريين لا مسلمين ولا مسيحيين ناقصين دين، اللي عايز يصلي بيصلي، وكل الناس في مصر بتحب الدين بصراحه، والمنطقه العربيه كلها حتى. لكن هم اختاروهم تصوروا ان لديهم حل للازمه، فكان هم المفروض يركزوا على حل الازمه مش على ان هم يمسكوا مفصلات الدوله حتى يعني لا يتخلوا عنها بعد كده، خلاص احنا وصلنا وشكرا. لا، ما ينفعش. في تعدديه، في عقد احنا اتفقنا عليه ان لما نصل للحكم نسمح للآخرين طبقا للدستور والقانون ان هم يصلوا كمان للحكم، ويبقى في مناخ حريات ومناخ تداول السلطة في مصر. ده ما كانش هيحصل. فالنقطة الأخيرة خالص، ان هم تقديراتهم للموقف كانوا مستعدين ان الموضوع حتى لو وصل الى ان مؤيديهم ومعارضيهم يصلوا ان هم الى الصدام، ما فيش مشكلة لو صار حرب أهلية يعني. طب احنا كنا كجيش هنعمل في كده ايه؟ انا بتكلم على الجيش في الموقف ده يعمل ايه؟ يقف مع مين؟ ضد مين؟ في الاخر كلهم مصريين. فدي الاشكاليات اللي قابلتهم، ومش مسموح مرة تانية ان احنا التجربة دي كادت ان تعصب بمصر. ده رأيي، وده اللي هيحصل. 30 يونيو يعني هو نقطة فاصلة شدت إليها العواطف، ولكن بعدها ظهرت أفكار وتساؤلات. هل قرار الجيش ب30 يونيو، هل تحرك الشعب الذي انحاز إليه الجيش، هل كان بتنسيق مع الخارج؟ هل كان بإيعاز من الخارج؟ احنا ما ينفعش نعمل كده. القوات المسلحة ما ينفعش من أول قائد فيها لغاية بكل ما فيها، ما ينفعش نعمل كده. ما ينفعش إذا تعرض الوطن لخطر حقيقي إن احنا ننسق ونتشاور ونتعاون أو حتى نتآمر كمان. لا لا لا، عندما الأمر يستدعي المصلحة الوطنية، ده قرار مصري صافي، قرار مصري صافي، مع كل التقدير والاحترام لعلاقتنا بالآخرين، بكل الآخرين. لكن لا لا، ده مصلحة وطنية خالصة. الموقف كان يتطلب كده، يتعامل كده، البلد هتضيع. لابد ان احنا نمنع ان الشعب المصري ده يتقاتل مع بعضه. أنت قلت أن الجيش حينزل مرة تانية بالمصري. صحيح، الكلام ده اتقال
بعد أثناء فترة ما قبل الرئاسة والبرلمان السابق، يعني أثناء الفترة الانتقالية الأولى بعد ثورة 25 يناير. أنا كان تقديري كده وقلتها لكتير جدا، وكان الناس بيندهشوا أنا بقول كده إزاي، وكنت بقول لهم خلي بالكم أنتم دون أن تقصدوا بتجرحوا وتؤلموا الجيش، جيشكم اللي بيقدركم واللي مالوش حاجة في الدنيا غير انه يخلي باله منكم ويحبكم. انتم هتحتاجوه تاني، هتحتاجوه تاني. طب ليه انا قلت كده؟ لان حجم التحديات ضخم جدا جدا، وحجم المطالب سقفها عالي قوي، والمتاح قليل قوي. اذا ما كانش الفاصل ده بين المطلوب وبين المتاح يتم توعية الناس بيه وإدراكهم للحقيقة دي، ممكن المصريين يطلعوا تالت مش تاني، تالت. أنت يعني تبدأ المشوار و أنا ما ببصش للبداية، أنا ما ببصش للبداية، أنا ببص للنهاية. وعشان كده استدعائهم ليا، استدعاء الشعب المصري للخطر اللي هم فيه وللأمان اللي هم بيحطوها على كتافي بتحملني حمل كبير قوي، لأن صعب عليا قوي أنا كإنسان بعد ما كنت بالنسبة لهم قيمة تضيع نتيجة أنه يعني هم طالبين حاجة وأنا ما أقدرش أحققها. عشان كده أنا صريح بقول لوحدي مش هقدر، كلنا مع بعض ممكن. مشير سيسي، كونك قادم من مؤسسة الجيش وأنت تعرف هذا سؤال كثير، ولكن أنا لابد أن أرجع أستوضحه منك. هناك اليوم قناعة بأن المشير سيسي يعني القوات المسلحة، وحقيقة هذا السؤال يعني خطر ببالي، لأنك قلت أنه الجيش، أنا أحسب حساب أنه الجيش ينزل مرة ثالثة. اليوم مصريين يقولون الجيش نزل أول مرة، اصطف مع الشعب ضد مبارك، نزل في المرة الثانية اصطف مع الشعب ضد مرسي، ولكن لا يمكن أن يصطف مع الشعب ضد ابن الجيش السيسي في حال أخطأ. أرد رد حاسم، وأنا هستنى الناس عشان يبقى فيه مرة ثالثة. إذا خرج الناس هقول لهم أنتم عايزين إيه، أنا تحت أمركم بمنتهى الوضوح كده، مش هستنى لما هم الجيش ينزل يقول لي لا لا لا. انا ما اقدرش على كده، ما اقدرش اكون كده، اخاف على بلدي واخاف على الناس. والجيش على كل حال يعني، عشان بس النقطه دي مش ردها فقط انا شايف الامر ازاي، لا ردها كمان الجيش بيتصرف ازاي. الجيش بيتصرف لاراده شعب، اراده شعب ليس ضد أحد، إرادة شعب. هو جاي من الشعب المصري وهيبقى دايما مع إرادة المصريين. ده نقطة في منتهى الأهمية لازم يكون مدركينها. الجيش المصري ده حكاية بيننا وبين المصريين، بين الجيش المصري والمصريين، حاجة خاصة جدا كتير من الناس ما تعرفهاش، وكتير من الدول ما شافتهاش. سيادة المشير، وقت هذه الحلقة انتهى طبعا، للحديث معك تتم وبقية نتحدث أكثر عن العلاقات العربية العربية، عن المحيط الإقليمي لمصر الكبيرة بالوزن وبالجغرافيا وحضاريا وكل شيء وبالفعل، ولكن في الحلقة القادمة. أشكرك للآن. شكرا جزيلا. نلقي قريبا. شكرا لكم مشاهدينا، ألتقي معكم مع المشير عبد الفتاح السيسي، نتحدث عن هذه الملفات التي ذكرتها للتو في نفس الموعد غدا على سكاي نيوز عربية. بصراحة كونوا على الموعد.